ضلموا لي الدنيا دي ووقعوا السقف عليه بسرعه. قلت معانا في يلا كوره تصريح بعد الماتش، قلت ربنا عوضني عن اللي فات. اللي فات كان صعب. الدكه كلها بتاع النادي الاهلي جات لي بعد الماتش، سلموا عليا وحفزوني واتكلموا معايا كويس. كان ملخص كلام ميدو معاك ايه لما كان بيتفق معاك على انضمامك للزمالك؟ الناس في المحله كلهم عارفين مين اللي بيخترق الفرقه، وعارفين ابعاد الموضوع ده وخطورته قد ايه على الفرقه، وفي اشخاص بعينها هم اللي بيتحكموا في النادي. المفاوضات بيراميدز كانت سهله؟ طب انت كنت عارفه بذمتك ولا خدت؟ والله كنت عارفه ضحكت. يلا، حصل مفاوضات من النادي الاهلي قبل كده معاك؟ هقعد افتكرك. استنى، لعبت قدام الاهلي والزمالك، الماتش الاصعب يا احمد، الاهلي ولا الزمالك؟ كان في لخبطه تقدر تقول في اوضه اللبس، كان في اختراقات لاوضه اللبس. لو انت المدير الفني لمنتخب مصر حاليا، هتوقف مين حارس اساسي لمنتخب مصر؟ صعبه دي.